أدى وزير الداخلية المركزية السيد محمد أحمد المحمد الأمين والمياه والصرف الصحي السيد سيدي محمد واللطال بعمر زوال اليوم زيارة ميدانية لسير عمليات شفط مياه الأمطار في عدة أحياء من العاصمة. وقد شملت هذه الزيارة عدة نقاط لشفط مياه الأمطار التي تجمعت في المنحدرات والملتقيات الطرقية الرئيسية في ولايتين نواكشوط الشمالية والغربية. من ملتقى طرق دار البركة بمقاطعة تيارت تواصل فرق مختلفة عمليات سحب مياه الأمطار جراء التهاطلات التي شهدتها العاصمة، وذلك في إطار جهود عامة تبذلها المصالح المختصة للتخفيف من معاناة السكان الناجمة عن هذه التهاطلات. وللوقوف ميدانيا على جوانب من عمليات سحب المياه، عاين وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد أحمد المحمد لمين والمياه والصرف الصحي السيد سيدي محمد واللطال بعمر نماذج بهذا الملتقى، وذلك بحضور السلطات الإدارية بولاية نواكشوط الشمالية ومسؤولي الهيئات المعنية بتسيير عمليات صرف المياه. المحطة الثانية كانت حي الشاطئ بمقاطعة تفرق زين، حيث تتواصل جهود سحب المياه عن بعض الساحات بهذا الحي، وشكلت هذه المحطة فرصة للاستماع إلى السكان حول الواقع الجديد الذي فرضه تجمع هذا الكم من المياه، وذلك بحضور السلطات الإدارية بولاية نواكشوط الغربية والمنتخبين. قمنا بتأديد هذه الزيارة صحبة معالي وزير الداخلية للاطلاع على مخلفات الأمطار، زيارة ميدانية اطلعنا فيها على مخلفات الأمطار ومن أجل العمل على تصريف هذه المياه عن الأحياء المتضررة من هذه مياه الأمطار. هذه الزيارة تأتي بعد اعتماد خطة عمل جديدة. في إطار هذه الزيارة تم التوقف على العمل المقام به في إطار الخطة الجديدة التي تم اعتمادها منذ يومين مع الولاة ومع مختلف الفاعلين في مجال صرف المياه ومجال الصرف الصحي. إذن الخطة الجديدة تعمل على تعزيز وتقوية الآليات في عند المكتب الوطني للصرف الصحي وعند المندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات، وكذلك المعدات التي تم وضعها تحت تصرف الولاة. وكما اطلعنا أيضا في هذه الزيارة على فاعلين آخرين في مجال شفط المياه، وهنا أذكر أسطول من السيارات تابع للجهة من أجل شفط المياه، وكذلك طلعنا أيضا بأن هناك أيضا هذه المضخات التي يستخدمها بعض العمد من أجل شفط المياه. إذن قلت بأن الخطة الجديدة أساسها هو تعزيز الآليات من أجل تسريع تصريف المياه عن المواطنين، وكذلك أيضا من أجل تفعيل الجهود وتنسيقها من أجل تسريع هذا شفط المياه في أسرع وقت ممكن. وكذلك الفرق الميدانية من الآن فصاعدا ستعمل 24 ساعة على 24 ساعة في إطار نظام التناوب في العمل. وهدفنا من هذا كله هو تخفيف معاناة المواطنين، تلبية لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني الذي دائما يوصي بالعمل على تخفيف معاناة المواطنين ومساعدتهم ومؤازرتهم، خاصة في هذا الوقت العصيب بعد هذه المياه اللي أصبحت تعيق التنقل وتعيق حياة المواطنين. وسنعمل إن شاء الله جاهدين وبأسرع وقت ممكن على شفط هذه المياه من أجل إعادة الحياة إلى طبيعتها إن شاء الله. وتأتي هذه الزيارة بعد الخطة الجديدة التي رسمت لتسريع عمليات سحب المياه